de banga, radio de banga, radio de banga. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا اليوم السبت البيوافق يوم 11 شهر 4 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على حدث اليوم واللي هو لغة مع سارة نقض الله الأمين العام لحزب الأمة القومي بخصوص الانتخابات وآخر تطورات الموقف في السودان. لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. الإعلان عن انطلاق مظاهرات في دارفور اليوم السبت لمقاطعة الانتخابات وإسقاط النظام في الخرطوم. حزب الأمة بيعلن التعبئة العامة وبوجه قواعده وكل السودانيين لمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة والتحرك لرحيل النظام. قتلى وجرحى ونهب وحرق لسوق الدبكر في